حسونة، مالك؟ أول مرة أشوفك مستعجل على المدرسة كده. أصل النهاردة هدفع فلوس الرحلة، ده أنا مستنيها من زمان قوي. أيوة صح، رحلة اسكندرية. أنا اشتريت المايو كمان مرسوم عليه سبايدر مان. أنت بتعرف تعوم في البحر يا بكر؟ مش هتفرق، أصلاني مش هطلع معاكم الرحلة. ليه؟ دي هتبقى حلوة قوي. أصلي ملحقتش أحوش فلوس الرحلة ومكسوف أقول لأمي عليها، أصلها لسه جايبالي كراريس وجلام وشنطة جديدة. أنا بقى ما بتكسفش، أبويا جابلي عربية مطافي لعبة ونبلة وكوتشي وكورة وبالونة، بس برضو طلبت منه فلوس الرحلة. قال مكسوف، قال هبقى اجيب لك كيس فيه مية البحر من هناك تملى بيهم الطشت وتعوم فيه يا بكار. طيب ماشي يا حسون. كفاية، اتفضل يا أستاذ على مكتبك. هي ناقصة جنان؟ أنا مش مجنون يا دكتور، مش مجنون. أقدم له مشروع الكرم ويقول عليا مجنون. أنا أبحث هتجلب مجتمع الأثر كله، أنا عبقري. أبحث هتحفر اسمي في كتب التاريخ، بس اللي يسمع. مش معقول يا عابد كل يوم تعمل الموال ده مع المدير. يا أستاذ يا أستاذ، أنا اكتشفت مملكة قديمة كاملة تحت الأرض، تحت الصحراء البيضاء. أول مرة أعرف إن فيه صحراء بيضاء. وعلى كده بقى يا أخويا، في صحراء رومي وصحراء اسطنبولي. الصحراء البيضاء دي تحت واحة الفرفرة ولونها أبيض، المميز فيها الصخور الطباشيرية اللي بتعمل أشكال غريبة. الأشكال دي لما درستها وركبتها على بعضها عملت خريطة لمكان المملكة المفقودة. يا مدام اعتياد، الاكتشاف ده هيغير مجرى التاريخ. وهو إيه الاكتشاف ده أصلاً؟ مدينة كاملة مدفونة تحت الأرض، مدينة بناها آخر ملوك الهكسوس بعد ما طردهم أحمس من مصر. قرر الملك إنه يلم كل اللي اتبقى من جيشه ويبني مدينة جديدة في غرب مصر، وقرر إنه يرجع يغزو مصر تاني، وقدر إنه يتوصل لسلاح جديد واستعد إنه يستخدمه ويرجع يحارب بيه أحمس. لكن لأن المدينة مبنية في مكان غلط، المفروض ما تتبنيش فيه مدن بسبب العواصف الرملية السنوية اللي بتحصل هناك. قبل الملك ما يتحرك بالجيش بتاعه بيومين ثلاثة، هبت عاصفة رهيبة ودفنت الملك وجيشه والمدينة كلها وما بقالهاش أثر. وانت عرفت الكلام ده منين؟ لقيت في مخزن المصلحة مخطوطة قديمة بتحكي الحكاية كلها، كتبها واحد من كهنة الهكسوس، هو الوحيد اللي نجي من العاصفة، وبعت المخطوطة دي كرسالة لآخر سلالة الملك اللي مات علشان يجهز جيش ويرجع مصر. بس الرسالة ما وصلتش، والمخطوطة محدش كان فاهمها لأنها كانت مكتوبة بلغة غريبة، خليط من مجموعة من اللغات القديمة والرموز، وأظن إنه كتبها بالطريقة دي علشان محدش من المصريين يفهمها ويدور على المدينة ويعرف سر السلاح الرهيب اللي ابتكروه. طب ومستني إيه؟ ما تروح تكتشفه أنت وتريحنا. محتاج تمويل علشان أكون بعثة استكشافية تروح الصحراء البيضاء، ومش هسكت غير لما أجيب التمويل ده. طب يا ريت وانت بتدور دور لنا معاك على تمويل يصلح لنا تكييف المكتب. وانا عاوزة تمويل أصلح بيه رجل الكرسي اللي بيقع بيا كل شوية ده. وانا محتاج تمويل عشان أجيب دباس. الله يخليك. الترياجو الترياجو قوي الترياجو.